مجهود حقيقة يحترم. يعني مجرد اللي خرج من المجهود بتاعك ده تحس ان في مجهود اتبذل. كان التركيز على ايه بعد اذنك شيخ احمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قانون الاحوال الشخصية كله بيخص الشريعة الاسلامية. اي يعني تقريبا معظمه هو منبثق عن الشريعة الاسلامية باعتبار المادة الثانية من الدستور ان مبادئ الشريعة الاسلامية أساس للتشريع. تمام. وبالتالي القانون بتاع الوصاية 119 لسنة 1952 هو في هيكله وبنيته قانون جيد جدا لوقته. لأنه اللي عمله في وقته تمام. لأنه اللي عمله العظيم السنهوري باشا. طبعا. والحقيقة لما حضرتك تشوفي فقرات القانون هتلاقيها دقيقة جدا ولا يمكن لأي أحد أن يتلاعب بمال الصغير أو بمال اليتيم. غير أن في هذا التوقيت كان الأمية عند النساء ما يقرب من أكثر من 80%، بس كان عدد أقل السكان. طبعا عدد السكان كان أقل. فهو أخذ برأي الأحناف ورأي الشافعية في أن الوصاية المالية بعد وفاة الأب. أيوة. طبعا الطبيعي أن الولاية للأب. طبعا بعد وفاة الأب أن الوصاية المالية للجد الصحيح اللي هو الجد الأب. أيوة. واتحط القانون على هذا الموضوع. بدأنا إحنا دلوقتي فضلا على أن فيه مبالغ مالية داخل القانون. يعني بيقول لحضرتك أن لو كان مصاريف الطفل 300 جنيه فأكثر لازم رجوع للمحكمة. ال 300 جنيه كان بيجيبوا فدان ارض. 300 جنيه دي موجوده موجوده في قانون 52 في قانون 52. بيقول احنا مثلا ما يعادل، ما تعملوش حاجه غير حطوا لنا ما يعادل. ما يعادل بالظبط كده. فمن الطبيعي ان مثل هذه القوانين الخاصه بالاحوال الشخصيه يتم ترميمها. وهذا لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه. انا كدوري وانا موجود في الحوار الوطني وامثل حزب حماة الوطن. نعم. وايضا خلفياتي ازهريه ورجل ازهري قح. من المهم ان انا اوضح الاتي. ان احنا يا جماعه اما بنيجي نتكلم في مثل هذه التفاصيل احنا ما بنجيش ناحيه الاحكام الشرعيه اللي هي الثابته قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت الشرعي. احنا بنتكلم في اقوال فقهاء. وبالتالي لا يوجد في الشريعه الاسلاميه ما يمنع من المرأة تاخد الوصاية المالية على ابنها بنفس ضوابط القانون. نعم. اللي لا يمكن بأي حال أن يسمح لامرأة أن تتلاعب في مال صغيرها كما أنه لم يسمح للجد أن يتلاعب في مال حفيده. تمام. أستاذة إيمان، عملت ندوات وصالونات وناقشت القصة دي كبيرة في التنسيقية، والحقيقة ما كنتش أعرف المبلغ إلا لما قاله دكتور أحمد ترك.